فكرة النتيجة بغض النظر عن الأداء، ولكن أكيد كابتن إبراهيم هيكون لي وقفة على عدد من النقاط الهامة جدا بخصوص أداء النادي الأهلي النهاردة وفتيات الذهب النهاردة. يعني شايفة ممكن تكون إيه النقاط اللي ممكن يقف عليها كابتن إبراهيم خلال الفترة اللي جاية عشان يعني فتيات الذهب يتجنبوها؟ بص، يعني الفرقة كلها هتروح النهاردة مبسوطة وفرحانة بالمكسب وهتنام، ومحلل الأداء يعني ده هيفضل سهران لحد بكرة عشان يطلع كل الحاجات اللي هيشتغل عليها كابتن إبراهيم من بكرة في التمرين، كل الأخطاء اللي كانت موجودة وكل السكاوتنج اللي هو عمله طول الخمس جيمات هيفضل يعيني يقطع فيه لحد بكره ميعاد التمرين علشان يبقى قدامه كل واحده بالظبط تبقى عارفه هي اخفقت في ايه وكانت موفقه في ايه ونفذت التعليمات بالشكل المطلوب منها ولا كان في تقصير. ده اكيد كابتن ابراهيم هيشتغل عليه من بكره، يعني خلاص هينسى خالص موضوع ان احنا حققنا بطوله وهيشتغل على اللي جاي، يعني لان هو ده يعني دي سمات النادي هنا، ان انت نادي الاهلي ماتش خلص بنقلب الصفحه وبنفكر خلاص في البطوله الجايه وهكذا يعني. فهو هيشتغل من بكره طبعا على التقصير اللي حصل، كان في مشكله في الاستقبال في عده اشواط وفي نقط متكرره، اكيد هيشتغل على الموضوع دوت. كان في شويه مفيش كيمستري شويه بين البلاي ميكر والمهاجمين، يعني باستثناء تيتيانا يعني موفقه جدا مع دعاء، غير كده ممكن يكون في شويه ما فيش اتفاق قوي او يعني في ممكن يبقى في احسن من كده. اكيد هيشتغل على الموضوع دوت، هيشتغل على كل الحاجات اللي هتجيله من السكاوتنج، هيبقى عارف بالظبط كان نقطه ضعف فين في الفرقه واخفقه في ايه، فده هيبدا شغل عليه بشكل يعني سريع انا متاكده. كابتن كريم، مين العناصر المهمه اللي فرقت النهارده مع نادي الزمالك امام النادي الاهلي على الرغم طبعا من خسارتهم للقب، ولكن اكيد يعني شفنا برضو بعض الاشواط ماشيه نقطه بنقطه او بوينت باي بوينت، فاكيد كان في عدد من العناصر المهمه النهارده في نادي الزمالك اللي فرقت يعني امام النادي الاهلي. يعني بالتاكيد طبعا القوة الضاربه دايما في نادي الزمالك كانت مريم متولي. يعني مريم متولي هي التيمبو بتاع نادي الزمالك، لما مستواه بيهبط احنا بنعمل فرق كبير قوي في السكور، لما مستواه بيرجع تاني بيخشوا في الجيم وبيكسبوا. ملكه برده ضربها مؤثر جدا من مركز ستة، يعني هي من اكتر الناس اللي برده بتاثر جدا تاثير نادي الزمالك بمستواها. مايا ممدوح النهارده برده كان مستواه متذبذب شويه، يمكن في الشوط الرابع نادي الزمالك قدر ان هو يتفوق علينا بمركز ثلاثة. مركز ثلاثة كان فايق قوي في الشوط الرابع، واحنا كان شويه عندنا البلوك كان ضعيف، ما كانش مؤثر قوي، فده اللي ادى ان احنا خسرنا الجيم الرابع. في الجيم الخامس احنا تداركنا بقى كل ده وقدرنا ان احنا نوقفهم بالارسال القوي، واحنا كنا موجهين ارسال جدا مع البلوكات العاليه قدرنا نكسب. فدايما بشوف ان مريم متولي ومالكه في مركز اربعه هما الاثنين اللي اليوم المؤشر الحركه في نادي الزمالك اذا كان تصاعدي او بينزل يعني في الملعب. ودانا برده كانت مميزه النهارده، ودانا فعلا دانا كانت كويسه جدا النهارده برده، مميزه يعني جدا. يعني دانا برده هي ايقاع الملعب عندها برده سريع جدا، يعني قدرت النهارده برده ان هي تكون شغاله كويس، بس انا الحمد لله بالسكاوتنج الكويس قدرنا النهارده ان احنا نخلص الماتش يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب شفنا كابتن ندى كابتن محمود بيتكلم عن فكره ان هم بادئين السيزون من بدري قوي، من شهر 7 بداوا، طبعا زي ما احنا عارفين كابتن ابراهيم يعني منذ ان تولى المسؤوليه الحقيقه يعني زي ما احنا بنقول كده مش راحم اللاعبات الحقيقه، اكيد ده فرق معهم النهارده في ماتش النهارده. البدنيات كانت واضحه جدا، شفنا في بعض الاشواط الحقيقه خاصه الشوط الاخير ده اللي يمكن فرق معاهم وقدروا ان هم يحسموا الماتش لصالحهم، بسبب يعني زي ما احنا شفنا كده البدني عندهم كان قوي جدا. بالظبط، يعني احنا حتى لو خدتي بالك اللاعبات نفسهم كانوا بيتكلموا على ان هم واقفين على رجليهم. واقفين على رجليهم دوت ما هو مش من فراغ، يعني واقفين على رجليهم لان هم بيتمرنوا صبح وليل، عندهم واصل بالكيرف بتاعهم في البدني للتوب النهارده ان هم يبقوا في الماتش ده واقفين على رجليهم يقدروا يلعبوا خمسه جيم، عكس نادي الزمالك مثلا احنا شفنا الشوط الخامس يكاد يكون اللعب كان من طرف واحد، يعني لان اللعيبه مجهده طول السيزون بيلعبوا هم سته
ما فيش روتيشن، لو تغييره او حاجه دي بتبقى حاجه يعني كده فلته في النص، لكن هم التشكيل ثابت، هو اللي بيلعب الموسم كله في جميع البطولات. فطبعا اللعيبه بيجي عندها وقت الحمل البدني بتاعها ما بيقدرش يسعف، يعني بتبقى عايز تلعب بس هي مش قادره. فده احنا شفناه في النادي النهارده، الفرقه الاهلي لا واقفين كلهم على رجليهم، اي واحده بتنزل ما فيش فرق بينها وبين اللي كانت بره، لا بتندمج على طول وبتلعب لعب كانها بدأ هي المباراه يعني. فده طبعا راجع لكابتن ابراهيم، الخطط بتاعته في ان هو يوصل النهارده بالحمل البدني بتاع اللاعبات للتوب، ما بقاش انا النهارده هكمل السيزون ابقى الكيرف بتاعي مثلا بينزل، لا هو بيبقى دارس كويس قوي ازاي يحافظ في اوقات المباريات النهائي ان هو يبقى واصل باللعيبه دي للتوب فورم بتاعهم، ما يبقاش في لعيبه منهم خلاص مش قادره او المجهود البدني عندها خلاص ضعيف، لا الحمد لله هم كلهم النهارده واقفين على رجليهم. طبعا بيبقى في ان هم بيتمرنوا صبح وليل وزعلانين ومعسكرين وكل واحده سايبه حياتها، بس في الاخر بتيجي اللحظه دي بقى هم بيحسوا بقيمه التعب اللي هم تعبوه دوت وبقيمه المجهود اللي هم عملوه، لان هم في الاخر طعم الانتصار بيبقى مختلف. لو هم مروحين النهارده خسرانين لا قدر الله هيبقوا طبعا مش هيبقوا فاكرين بقى كويس ده احنا تعبنا او ما تعبناش ولا عملنا ايه احنا اللي كنا مقصرين، لكن هم بيبقوا عارفين ان هم عملوا اللي عليهم كويس قوي، فهم النهارده كلهم مبسوطين يعني مش فارق معاهم ان هم بقى لهم شهور بيتمرنوا صبح وليل ومعسكر واتنين، يعني مش معسكرين قبل الماتش، لا بقى لهم فتره معسكرين. فطبعا ده مجهود كبير عليهم، كل واحده بتضحي بحاجات عشان توصل للحظه دي، لحظه التتويج طبعا. طيب كابتن كريم، الفترة اللي جاية يمكن فترة صعبة على فتيات الذهب، يمكن أكيد هيكون في يعني خطة للجهاز الفني وكابتن إبراهيم، شايف إزاي ممكن إن إحنا نكمل، خاصة إن إحنا شايفين كابتن إبراهيم شغال بتكنيك معين خلال الفترة اللي فاتت، فأكيد هيبقى مهم جدا برضو الفترة اللي جاية زي ما إحنا شفنا الجهاز الفني واللاعبات بيوعدوا جمهور النادي الأهلي إن هم هيحققوا العلامة الكاملة من البطولات، فأكيد عايز أعرف وجهة نظرك إزاي ممكن التكنيك اللي هيكمل بيه الجهاز الفني خلال الفترة اللي جاية، خاصة ان في مواجهات هامة ومنافسات هامة جدا. يعني النجاح ما بيجيش صدفة، يعني اكيد كابتن ابراهيم دارس الموسم كله، بيبقى عنده مواعيد ثابتة للمنافسات المباريات، كيرف الماتشات عالي وواطي، فطبعا دايما هو بيبقى مقنن الاحمال، بيبقى عارف امتى هيعلى بالحمل، عنده ماتشات ضعيفة فمعلي الحمل جدا مش بيبقى فارق معاه، اول ما بتبدا تخش مرحلة المنافسات بيبدا يركز قوي على الاحمال، تقنين الاحمال جدا، ينزل بالكيرف عشان خاطر الاستمراريه. يمكن السنه دي ان شاء الله اللي هيخلينا يعني نحصل على العلامه الكامله ان شاء الله هو الاستمراريه في تقنين الاحمال، يعني انت امتى بتعلى بالكيرف بالاحمال وامتى بتنزل امتى على حسب المنافسات. يعني هو عنده ثلاث هرم زي ما بيقولوا في الفولي، عنده نهايات الدوري، نهايات الكاس، بطوله افريقيا، دول اهم ثلاث محطات عنده. امتى هيكون الاحمال فيها، هيعلى بالاحمال امتى هينزل فيها، على حسب طبعا الجدول الزمني اللي هو محطوط. فالاستمراريه دايما في الموضوع ده هيكون ليه عامل السبق ان شاء الله، ان الفرقه دايما تبقى واقفه على رجليها بدنيا وذهنيا ونفسيا ان شاء الله. طيب قبل ما نختم، الحقيقه فتيات الذهب يستاهلوا مننا اكيد رسائل دعم، كابتن كريم تقول لهم ايه النهارده؟ يعني اقول لهم انتوا شرفتونا وكنتوا قد المسؤوليه، وبجد يعني انتوا فتيات الذهب زي ما بيقولوا قولا وفعلا، وانا متاكد النهارده ان هم كانوا حاطين في دماغهم طبعا البطوله بعد ما تابوا، ان هم يهدوا البطوله دي للست الوزير العمري فاروق، ان هو فعلا كان اكبر داعم لالعاب الصالات دايما، وكان اكيد نفسه يبقى موجود في لحظه زي دي، فطبعا يهدوا له الفوز بالسوبر وان شاء الله يحققوا بقيه البطولات باذن الله السنه دي. كابتن ندى تقول لهم ايه النهارده؟ طبعا انا ببارك لهم، وهم دايما معودينا ان احنا يعني بيبقى قلبنا جامد واحنا بنتفرج عليهم، ان هم اكيد حتى لو حصل اخفاق هم بيرجعوا بسرعه، فانا بهنيهم ان هم دايما محافظين على صورتهم ومحافظين على بطولاتهم ودايما بيسطروا تاريخ للكره الطايره في النادي الاهلي طبعاً. فالف مبروك ليهم ومستنيين منهم المزيد يعني. بشكرك جدا طبعا كابتن ندى ايمن نجمه النادي الاهلي.